أرناوتوفيتش فالكوني في جهة والكرة في جهة أخرى. إذن هدف الأسبقية لفريق تياغو موتا بالدقيقة 13. أرناوتوفيتش لمرة أخرى حاسم مصيري مهم قائد لهجوم بولونيا. الهدف السابع لأرناوتوفيتش في السريع في هذا الموسم. كرة نحو القائم الأول راسية يضاعف النتيجة فيرغسون وأول هدف بالرأس لبولونيا في الموسم. هدف ثاني لبولونيا عبر فيرغسون. هدفين لصفر لفريق تياغو موتا. ترجمة حقيقية وواقعية لمجريات اللعب. هدفين لصفر برأسية فيرغسون يضاعف